ربعات الخطوات غادي تخليك تجيب نقطه مزيانه في الامتحان الوطني. اكيد بزاف ديال التلاميذ كيتسائلوا دابا شنو الحوايج اللي خصني نديرهم باش نوصل لواحد النقطه اللي نقول وهلا انا مستعد للامتحان الوطني وغادي نجيب نقطه مزيانه في الامتحان الوطني. تكون عندك الثقه في النفس ديالك عاليه، وطبعا ملي كنقولوا الثقه في النفس هي فيها اعتماد على الله سبحانه وتعالى، ثم كتكون درتي الاسباب، هذوك الاسباب كيخليوك يزيد عندك الثقه بانك ان شاء الله تقدر دير هذيك الحاجه، تقدر تجيب نقطه مزيانه. فانت كدير الاسباب وكتجتهد وكتقول لعل الله سبحانه وتعالى يشوفني درت هذه الاسباب فييسر لي هذاك الشيء اللي درت، وكتكون معتمد على الله سبحانه وتعالى وانه داك الشيء غادي يجي باذن الله، وانك انه لا موفقش الله راه ما كاين والو، واي حاجه توفقتي فيها فمن الله سبحانه وتعالى. قبل ما نبدا في الموضوع بغيت ندير واحد الاعلان كان خصني نديرو، وهو انه لايفات الاستعداد للوطني هذا هو لومبلوا ديالهم، كوسوا بالنسبه لشعبات العلوم الرياضيه ولا العلوم الفيزيائيه وماده الماط والفيزيك. هذه لايف غادي يبداو ابتداء من لو 1 مي يعني نهار الاربعاء. بالنسبه لماده الرياضيات سيونس مات شعبات العلوم الرياضيه كاين جوج حصص في الاسبوع، كل حصه فيها 3 ساعات. الطريقه ديال الخدمه غتكون على شكل انه غادي يكون يعني غيكون التركيز على الاسئله الصعبه، ولكن الاسئله السهله غادي ندوزو عليها مباشره، تكون ديجا مكتوبه لا سوليسيون ديالها، غيكونوا دي زيكزامان بلون هما اللي غالبين اكثريه، دي زيكزامان بلون اللي هما جداد غادي نخدموهم، ومع بعض الامتحانات الوطنيه اللي كتكون متميزه غنخدموها، ولكن اكثريه غيكونوا امتحانات تجريبيه اللي غيتم النشر ديالهم كذلك لكل شيء يقدر يستفاد منهم بالنسبه لي زيونسي ديال لي زيكزامان بلون، مع امكانيه اضافه حصه اخرى. يعني كاين جوج حصص، كل حصه فيها 3 سوايع، هذوك 3 سوايع غنخدموا فيها تجريبي كامل او اكثر، لانه غيكون السوليسيون عندي مكتوبه باش نقدر الاسئله السهله ندوز عليهم دغيا، وكذلك الاسئله الصعاب نركزوا عليهم ونشرحوهم مزيان. طبعا هذا السلسله الاستعداد الوطني فيها راه فيها ديجا كونتوني، فيها شي 140 ساعه ديال المحتوى، فيها التصحيح الوطنيات السابقه اولا قبل التصحيح الوطنيات السابقه، فيها الريزومي ديال لي كور كاملين، لي كور كاملين في جوج فيديوهات كاين ملخص ديالهم، فيديو ديال الدور الاولى وفيديو ديال الدور الثانيه، وكذلك فيها الوطنيات السابقه، وكذلك فيها التجريبيات. حاليا وقع فيها شي 8 ديال التجريبيات مصحين كاملين دي طبعا المحتوى ديال السنه السابقه، وهاد غنزيدوا هاد لي رايف هادو ان شاء الله. طبعا بالنسبه لماده فيزا ان شاء الله الاستاذ علاء الدين تطلبوا منه يحط لكم فيديو باش يقول لكم شنو غادي يدير بالضبط في السلسله الاستعداد الوطني. بالنسبه لشعبات العلوم الفيزيائيه راه هما درت لهم يعني جوج حصص فيهم جوج سوايع وغنخدم نفس الطريقه. نرجعوا للموضوع ديالنا، الخطوات اللي غتخلينا نجيبوا نقط عاليه في الامتحان الوطني كتبتهم هنايا باش من يعني من باش زعما ما نتلفش في الفيديو. دونك بقى 43 يوم على الوطني، كنهضر من هذا النهار بقى 43 يوم اللي هي مده جد كافيه باش واحد يستعد مزيان. اول خطوه هي انك يعني اول خطوه من بعد ما تكون سيرتي بروغرام وفهمتي لي كور، اول خطوه هي تخدم الوطنيه السابقه. ولو تكون مازال عندك بعض المشاكل في لي كور خاصك تبدا تخدم الوطنيات، ما تقولش حتى نسالي لي كور ادخل الوطنيات هكا تلقى راسك ما يقدكش الوقت، لانه وانت كتخدم الوطنيات السابقه تبدا من 2023 وانت راجع، وانت كتخدم الوطنيات السابقه وفي نفس الوقت كتراجع لي كور، يعني مثلا انت خدام في وطني هاد الحاجه كيجي ما فاهمهاش غترجع الكور تشوفها، ترجع ماشي ترجع تشوف الكور كامل عاد تجي تشوف، لا هكا غطي على الوقت. دونك والوطنيات السابقه فوكاش غتسالي منها وتدوز لحاجه اخرى، هي انك تكون خادم الوطنيات السابقه بواحد الطريقه اللي نقول لك شوف هذا وطني ديال 2015، هذه التمرين كذا، هذا السؤال، تقول لي هذا السؤال الجواب ديالو كذا وكذا وكذا. الى وصلتي لهذا النيفو الوطنيه السابقه راه انت مزيان، وهذا النيفو اللي هو جد محمود، هو المينيموم اللي تمشي تدوز به الوطني، ولكن هل هو كافي؟ لا. الخطوه الثانيه هو انك تختبر نفسك مع وطنيات تجريبيه، وطنيه تجريبيه، وتخدم بعض الوطنيه التجريبيه اللي قدرتي عليه. طبعا الوطنيه التجريبيه موجوده، يعني تختار وطنية تجريبية اللي هما كيشبهوا الوطنيات الاخرين، يعني ديال 2023 2022 2019 5 سنوات الاخيره، وتحاول تخدمهم
وتشوف راسك واش انت داكشي استفدتي من امتحانات الوطنيه واش كتفهم. للاشاره بين قوسين هنايا انت راه ما كتهتمش للوقت شحال كدير في الوطني شحال كدير في وسط 4 السوايع واش هذا. نعم. عاد الخطوه الثالثه هي اللي تخدم على هذه القضيه، اعاده اختبار نفسك مع ضبط الوقت. الخطوه الثالثه هي هذه، يعني تعاود تختبر راسك في هذوك الوطنيات اللي خدمتي وهذا ووطنيات جداد وتجريبيات، ولكن مع ضبط الوقت تحط الكرونومتر وتشوف راسك شحال كدير ديال الوقت. هذه الخطوه الثالثه. الخطوه الرابعه هذه كتكون في الايام الاخيره غالبا الاسبوع الاخير، خاصك تكون تنوض بكري تنعس بكري وتختبر نفسك مع الوقت اللي غادي تدوز فيه الامتحان الوطني. يعني انت غادوز مثلا سيونس مات كيدوزو من 8 ل 12 كيدوزو رياضيات، فانت غتختبر راسك من 8 ل 12. علاش؟ لانك تهيئ نفسك بدنيا و يعني ونفسيا، وكذلك من بعد ما هيئتي راسك يعني بالمعلومات باش تدوز الامتحان الوطني. كاين اللي كيكون هيئ راسو عارف كيفاش يجاوب كلشي، ولكن نهار الامتحان الوطني هو مولف كيسهر، هذيك الفيقه اللي كيفيق في الصباح تيفيق مهلوك، فما كيقدرش يركز مزيان رغم انه عنده معلومات هذو، كيكون مستريسيف كيكون مهلوك بدنيا، فبالتالي ما كيكونش الاداء ديالو مزيان. اذا ضروري ولو في الايام ولا في 3 ايام الاخرى قد ما قدرتي، تقدر ديرها في السيمانه الاخرى في 3 ايام الاخرى، المهم في هذيك الايام تكون كتنعس بكري تفيق بكري وتختبر راسك مع امتحانات وطنيه، وكانك غدوز وطني. باختصار كتحط راسك في الظروف ديال الوطني وتجلس تحط هذاك الماء وتبدا تخدم، خصوصا الناس ديال سيونس مات عندهم 4 السوايع فهي مده طويله. سيونس فيزيك وسيونس او اس في تي عندهم 3 السوايع. ما نطولش عليكم بزاف، هاد الخطوات الا تبعتيهم مزيان فراك غتكون ناضي في الامتحان الوطني. كنتمنى تعطوني الاراء ديالكم في هاد القضيه هادي، واللي عنده شي افكار يقولهم، واللي باغي شي موضوع عنده بيه يقول لي في لي كومونتير. كان معكم زكريا بويشه من لا بلاتفورم ماجي تفهم اكاديمي. السلام عليكم.